أول ما حصل حريق في معرض شباب مصر بمحافظة بني سويف، وقتها في الحقيقة كان في تحرك عاجل وتكليف من القيادة السياسية بسرعة التنفيذ لإعادة إنشاء المعرض في وقت قياسي. وبالفعل بعد شهر ونص تقريبا من المعرض رجع تاني أفضل من الأول، وكمان تم بنائه وتشييده بشكل حضاري مرة أخرى. افتتاح معرض شباب مصر تم بعد إعادة إنشائه بتكلفة وصلت ل 40 مليون جنيه على مساحة إجمالية ب 27 ألف متر، وده في الحقيقة كان تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه شهدت محافظة بني سويف افتتاح معرض شباب مصر، وذلك بعد إعادة إنشائه بالشارع بوسعيد إثر تعرضه لحريق يوم الأحد 14 من مايو الماضي، مما نتج عنه احتراق جميع مكونات المعرض. وجاءت تكليفات القيادة السياسية بسرعة إعادة بناء وتأهيل المعرض بشكل حضري في أسرع وقت ممكن، وبالفعل تم على أرض الواقع الانتهاء من المشروع في وقت قياسي لم يتجاوز الشهر ونصف. وعقب توجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إنشاء وتأهيل المعرض، تواجدت المعدات والأطقم الفنية من المهندسين والعمال في الموقع بشكل فوري، وبدأت برفع المخلفات وأثار الحريق، ثم البدء في أعمال الإنشاء التي تضمنت العديد من المراحل، والتي شملت الأعمال الهندسية من اختبارات وتصميمات ورسومات وأعمال الخرسانة وغيرها من أعمال التشطيبات، مع استكمال منظومة التهوية وسحب الدخان والإطفاء والتغذية بالمياه وأعمال الموقع العام. يتضمن المعرض أقسام ومكونات عرض بعد إعادة إنشائه وتأهيله على مساحة إجمالية 2700 متر، وحيث يتكون من 102 محل بأحجام ومساحات متفاوتة تناسب كافة الأنشطة والمنتجات الخاصة بالمعرض.